مرحبا، سنرافقكم اليوم في رحلة ممتعة إلى عالم التكنولوجيا مع أجهزة ديسكفري الكاشفة. منتجات ديسكفري هي أجهزة مبتكرة جدا وناجحة للغاية من بين الأجهزة الكاشفة. سنقدم لكم معلومات مفصلة عن المنتج في هذا الفيديو. تنقسم منتجات ديسكفري إلى نموذجين مختلفين. يتم تسليم نموذج SMR على شكل حزمتين ونموذج SM على شكل حزمة واحدة. يتم تسليم الحزمة الأساسية التي ترونها الآن مع صندوقها الأصلي، وهذا أفضل ما في الأمر. داخل الصندوق الأصلي تجدون حقيبة محمولة صلبة مقاومة للصدمات. وكأننا نسمعكم تتساءلون، ماذا يوجد داخل هذه الحقيبة؟ داخل هذه الحقيبة نجد وحدة ديسكفري الرئيسية، شاحن منزلي بمخرج 5 فولت 2 أمبير، شاحن السيارة، محول المقبس الكهربائي للاستخدام في بلدان مختلفة، سماعات للأذن، واقي للشاشة يحمي من أشعة الشمس والذي يمكنكم من الاستعمال في الطقس المشمس، دليل الاستعمال، والحقيبة الحاملة للوحدة الرئيسية هي هدية من جرانتك. تتحمل وحدة ديسكفري الرئيسية بين 6 و7 ساعات من الاستخدام المستمر. مع جهاز الشحن الأصلي يتم شحن الوحدة الرئيسية بالكامل في غضون 6-7 ساعات. بطبيعة الحال تتغير مدة الشحن مع مرور الوقت حسب الاستعمال. ديسكفري هو جهاز كاشف عن طريق المسح الأرضي من الجيل الجديد ثلاثي الأبعاد، يختلف كثيرا عن منافسيه. مع برنامج GTOS المدمج الذي طورته شركة جرونتك، يقدم الجهاز تجربة فريدة من نوعها للمستخدم. أنت لست بحاجة إلى أي أجهزة مساعدة على القيام بعمليات البحث. ليس من الضروري أن تحمل معك حاسوبا لوحيا أو هاتفا أو حاسوبا محمولا. يمكنك مشاهدة كل نتائج بحثك على الشاشة الثلاثية الأبعاد والقيام بتحليل مفصل. إنها سريعة ومبتكرة وسهلة. جهاز ديسكفري مختلف تماماً مع هذه الميزة التي لم تكن موجودة على أي جهاز من قبل. لا يقتصر الأمر على هذا فحسب، فعندما تشتري الجهاز يمكنك إعداده أول مرة بنفسك. نظام القوائم، لغة الاستخدام، إعدادات الوقت والمكان. من الممكن تشخيص جهازك بالكامل. لنقل أنك تقوم بالبحث في الطقس المشمس، يمكنك استخدام واقي الشمس من أشعة الشمس. لنقل أنك تقوم بالبحث في الطقس المشمس، يمكنك استخدام واقي الشاشة من أشعة الشمس الذي يسمح لك برؤية رسومات النتائج بشكل مريح أثناء المسح أو في نهايته. هل تعلم أنه خلال المسح يمكنك الحصول كذلك على نتائج البحث بالصوت في وضع بيل بوينت، أي التحديد الدقيق؟ في هذه الحالة فإن استخدام السماعات سيجعل عملك أسهل. الأجزاء المدرجة في حزمة المنتج تجعل عملياتك الاستكشافية أسهل. يمكنك شحن جهازك في السيارة بفضل الشاحن الذي يمكن ربطه بمدخل شحن السيارة. يجب أن تتذكر أيضاً أن وقت الشحن قد يكون أطول مع شاحن السيارة. أما محول المقبس فهو يسمح باستخدام أكثر من مقبس واحد وفقاً لأنواع المقابس المستخدمة في بلدان مختلفة. دليل الاستخدام الموجود في الحقيبة يقدم لك إرشادات بلغات مختلفة. للحصول على معلومات مفصلة يمكنك مشاهدة فيديوهات استخدام المنتج على قناة يوتيوب جرونتك. إذن ماذا يوجد في الحزمة التي يتضمنها نموذج SMR؟
ماذا يوجد في الحزمة الموجودة في حقيبة الظهر؟ تتوفر ملحقات لعملية مسح وقياس درجة المقاومة على أساس الطريقة الجيوكهربائية. وفقاً للمعايير، نجد 4 أسلاك ناقلة بطول 25 متراً، و4 أسلاك اتصال بالجهاز، و4 مجسات، وحقيبة صغيرة لحفظ هذه المجسات. يتم تسليم الأسلاك الناقلة ملفوفة في بكرات خاصة للاستخدام المريح في الأوضاع الميدانية. يمكنك استخدام أسلاك كهربائية قصيرة مع قوابس من الجانبين لربط الأسلاك التي تكون ملفوفة في البكرة إلى الجهاز. لاستعمال المجسات الناقلة لفترة أطول، يمكنك تنظيفهم بقماش رطب بعد الانتهاء من عملية المسح. تحذير أخير ومهم: أثناء المسح لقياس درجة المقاومة الكهربائية، يتم نقل تيار كهربائي بقوة 110 فولت إلى الأرض. بعد البدء بعملية المسح، لا تقم بلمس القوابس أو بتركيب الأسلاك الكهربائية، وإلا فقد تتعرض لإصابات خطيرة. هذه نهاية الفيديو، حيث تعرفت على أحدث عجائب التكنولوجيا. استعدوا لرحلة ممتعة إلى الغموض مع ديسكفري. We'll be right back.